أفرتنجيكا سومالي لأن ما أنت سومالي سومالي غان لكن دتك بوتي لاندي دت لإثيوبيان كرين كرايا أما سومالي لقوا عن كرايا ما نودني هرت كباها كقوايا سيد إلهي ما حدثها أي بوتلان قاطع ذي مضحدي هورينا أي كم قيهين وحوي سومالي هشيس كما هشركاس ما دامو أن هشيس لقوا هين شركاس وح بدن سوكرين مايو قاتم السيد حتى إن لو يران عن عن كل كتلها ويو وعنا شعب وعنا ويا عرق دتك وعنا أسو جوج وعن مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود أيام ارتقاد رسمي أوفي دي مدحنا مع مول قبل هذا الدلك وقبل كبنادر سي وقف قلان الشركة قلها وتشي قرن كلوية قانا إن سي سي كاسيو قرشو جاي يعني إنه دعوة لباتنك يكوي لباتنك بيشن أبريل سنة كان شركة أيام مدحنا مع مول قبل هذا لقى عزمه واحد كمدة بنتلان سعيد عبد الله هيدني جبلان أحمد محمد سلام أحمد مدوبي قل مدو أحمد عبد كاري قرقر كونفرق البيت عبد العزيز حسن محمد لفت جنين هير شبيه اللي علي قول له وحسين يقدوميها قبل كبنادر أهنا الدوقة مقالة مقدشو إنجينير يوسف حسين جب عالم مدالي شركة أيوم مدحوينو وشاقين لوغاها اللي يوق قضب مسيرو وأدل كان كواسو يقيب كيين دقال كادقة اللي قولت جيرا كوحدة على الشباب يوليبا لما استيركا دستوركا كوميل جاركا أدل كويال شركة وإعلامية مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية يا واحد سعد وقسو هرجستي دولة قبلات كبنتلان يدو شاقتين يسان قيب كيين شركة وإعلامية مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية كاسيو لغو وضو إنو كقب صمو وده مقالة مقدشو طب الشعب كمقالة مقدشو عاصمة الصومالية سيدايو أركان شركة وإعلامية مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية هي دين مدى دولة قبلات كبنتلان شعب كصومالي مر والبوحي جعليهين إن وح اللي إيا وح الله إسكوها يستي سياسي ينتو إسكوها يستان إن أي وضع هذا الكحليان أو وضع فريستان أو سدال كان أين دبات أسوء قارن دقال سوكاية كسو كمان أي عقبة بدن أي جيراني تدكي صومالي دا أي كلام بمبحان سي أنا دبات هر لي أين ربلامي إن أي قعمة سوكاية هوس بالو دقائي إن أي وضع فريستان وحي سياسيا أي سيدقن أغا وضع هدلان أهشيان مر حدي أنا لو دنينو تدكي صومالي دا أنا دنينو درت بس سيدا عطيه كيسان إيه صوب حيسا أي بطلان قاطع دي مضحدي هورينا أي كم مقايهين waxa way Soomaali heshiis kuma aha shirkaas maanta Soomaali waxay u baahan tahay in hay'adana dalka soo kabashadiisa laga shaqeeyo oo dadka Soomaaliyeed la isku hayo waayay dawladdeenu xoogaysataa lahayn gaarsiyada abood wax lagu muqoonin karo maanta laakiin Soomaali meel abood wax lagu muqoonin karo lama joogo wadagtay goboladii waqooyi oo dhamaan maqan oo Puntland way maqan tahay Soomaaliland way maqan tahay labaduba waxay saluugsan yihiin wax xamar ka jira hadii iyadoo ay sidaa tahay la yiraahdo maxaydana waxaan doonaan sameeyneyna marka gobolka banaadir iyo gobolada ka agdhowowday xasan sheekh maxamuud iyo dawladda ay u talin waa in dalkii Soomaaliyeed sidii la isku sii hayn lahaa dadka shacabka Soomaaliyeed loo qancin lahaa ee waxa weeye aragti midaysan loo yeelan lahaa waa inay dawladda ka shaqeysan lahaan shirku uu madaxweynaha eelaamiyay danta ummada Soomaaliyeed baa ku jirta dadku shacabiyadu way kala duwan tahay dadkan jamhuuriyadda Soomaaliland la baxay muddo fog waxa laga dhaadhicinayo 40 sano intay Soomaali burburtay inay Soomaali ahayn 40 jinka Soomaali ilaa maanta Soomaali isuma yaqaan laakiin dadka Puntland dad la Ethiopian garayn karaaya ama Soomaali laga wicin karaaya maano dani horta kabaha ka go'aya sida Ilaahay ma hadiisa oo waxaan ogaa dadka Puntland inuu ka dhaadhicin karin Ethiopian baatin ama Ethiopian qaraabatiin ama Ethiopia waxna taraaya dadka Puntland cid ka dhaadhicin karta male dani hadduu Soomaali nimada ka tagay dadka iska qabanayo dad iska qabtay leeyo baaq uma baahno dadka iska qabanayo leeyo waxaan aaminsanahay nin maxaa u shaqeynaya Puntland bil ilaaba kuma gaari karo Puntland waxba u soo uray bilaadanka cudurku markuu ku dhacay madaxweynuhu markuu waxaan u saan leenahay aan muleynayaa madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland waa nin Soomaaliyeed ma aha shakhsi caadi xataa شخصي عادي حتى ما مدحوين ما شخصي عادي ما هن وبقرتوي ومصير كي صومالية إنه ما تأم حارة أطغى وقف حنو سدان لين نحن قف قاعدين مركلا أنا وحنا يا دكتور هلا جاية حبيب الله سوق هذا حمر بعد أودي سوت الله لا والله وح الله وح يشرف رماي عادي هذا مسؤول ويننا إلا الشراء له شيو وحول بوض أقل نقدان مسؤول وينه وفي عنته أري عادي هذا هناك سواي dowladdeenu waxa ka rajaynayna in Puntland qanciso waayo maamul goboleedka Puntland wuxuu ka horeeyay dowladan federaalka ka horeeyay intaasan dowladda xamar jirin ayay jiri jirtay maamul xukun jiro ayuu ahaa institution jiro ayuu ahaa tixgelintiisu leeyahay nidaamkiisa leedahay marka waxa rajaynayaa wixii caqabad ku ah oo shirkaas
إن يعني لقيه الشيء ولقيت نازل أيه لون أكثر. بدلنا دي دنا ورنا قم يسوي بدلنا وعي كميتاي إن مامو القبلة دي ضلك كجرة كميتاي فدرال كي كميتاي برلمان كي كجران إن حل بعنا دولة إن هي بدلنا غلطان بدلنا غلطان ويا سعيد عبد الهادي وعكو غلطي هاي إن أو متقعنا استديو الجرو مامو القبلة دي ضا جرو إنه أسيق أو كذا به قاتم السيد حتى إن لو يران عن عن كل كتلها ويو وعنا شعب وعنا ويعرق دتك وعنا أسوج وعن ما مل كان وعنا ودولة الفدرال كا والله وضد استي اتقول ولا مجرتو الحوينا إنه كباقنا وكل سحية هاي بقول كي بقول الحوينا وسحية أنا اسمي محمد صامنة شبل التي في عاصمة ضلك شو شركه بيكو وشركه ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah